مشاهدينا، رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع كابتن محمود الجزار. خلينا نتكلم بقى على رمضان شوية. بتعمل ايه في رمضان بشكل عام؟ رمضان طبعا شهر كريم جدا، الواحد بيتمنى فيه ان ربنا يغفر له ذنوبه ويهديه ويهدي جميع الامه الاسلاميه. يعني طبيعي اللي بيحصل كلاعب كوره مثلا عدد التمرين، يعني مثلا رمضان اللي فات كان اكتريته تمرين ماتشات بتاعه بس، فالواحد بقى بيفضل طبيعي طبعا قبل الفطار لو في مثلا بنقرا قران، نعمل اي حاجه مثلا اتمرن في جيم او حاجه، وبعد الفطار بقى طبعا بنفطر نصلي ونصلي العشاء والتراويح تمرين بقى طبيعي. يعني بتحب تلعب وانت صايم؟ انت من اللعيبه اللي بتحب تلعب وانت صايم؟ انا احب العب وانا صايم بس انا ما جربتهاش قبل كده يعني، بس في ساعات ايام مثلا يعني الواحد بيبقى صايم يبقى في تمرين فعادي مش مشكله. يعني ابرز المواقف اللي تفتكرها مع النادي الاهلي في رمضان؟ ابرز المواقف او بشكل اول عام ماتش ليا لعبته مع الاهلي في الدوري ماتش المصري، كنا في رمضان ولعبت الماتش، اول ماتش يعتبر لي مشاركه رسميه واساسيه مع النادي. يعني لعبنا ماتش المصري اللي كسبنا 2-0، كان اخر ماتش في الموسم وموسم 2018 2019 لعبته، يعني كان اول ماتش ان انا اشارك والناس تشوفني وتعرفني، والحمد لله عملت ماتش كويس وكسبنا 2-0 واتحسب لي بطوله الدوري بماتش واحد. ماتش واحد بطوله الدوري. فرحت بقى ساعتها، الناس بدات تعرفك، كان احساسك بقى ساعتها اجواء برده مختلفه انه خلاص الناس بقت عارفه مين محمود الجزار. كان مهم ليا ان انا في الفتره ان انا اشارك عشان يتحسب لي ان انا خدت دوري او خدت بطوله مع النادي الاهلي. دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي كنت افكر فيها، فالحمد لله اتحققت يعني بالماتش واحد. انا في ماتشات دخلت فيها سكور بس ما شاركتش او ما كنتش موجود يعني. الماتش ده كان اخر ماتش والحمد لله لعبته بشكل كويس وكسبنا واتحسب لي ان انا لعبت الماتش وخدت بطوله. قول لي اسم مدرب واسم لاعب عايز تعزمهم على الفطار في رمضان. اسم مدرب واسم لاعب. لازم مدرب. ايه مدرب؟ لا عايز مدربين كتير بس القعده برضه مش تبقى ليه مفيش حد قريب منك مدربين؟ لا قريبين وكل حاجه طبعا وفي احترام متبادل وكل حاجه، بس مش القعده مش تبقى مثلا زي ما قاعد انا وحد صاحبي حد بتاع نتكلم. ايوه انا فاهمه، انت هتقول لي اسم لاعب واسم مدرب، يعني اقرب مدرب ليك او ممكن تفطر معاه وانت مرتاح. تمام. انا بفطر مع كابتن رضا كل رمضان يعني في الفريق، كان فريق يعني مش بنفطر على طول كفرقه كلنا. كابتن رضا شحاته ولعيب طبعا اكرم طبعا وفي ناس تاني كتير الصراحه. طيب في حاجه معينه بتستناها في رمضان؟ يعني بتستنى رمضان عشان الاجواء وما يكون في اجازه مثلا لما في العيله والام واخواتي بتبقى حاجه كويسه حاجه جميله يعني. ورمضان دايما بيقرب الناس من بعض. والله اجابه منطقيه. انا في ناس قايله لي عزومات يعني اللي هو بستنى عشان اتعزم. هو في ناس مفكره رمضان ان هو اكل بس. ومع ان اصلا ما باكلش. لا هو واحد مثلا بتقرب من عيلتك من اهلك من صحابك اللي معاك من صغرك في كل ده يعني. شايف ان السوشيال ميديا يعني في الفتره الاخيره اثرت في انتشار اجواء الرمضانيه وكده؟ طبعا السوشيال ميديا بتاثر في كل حاجه الفتره الاخيره جدا. بالنسبه لك احسن ولا ايه؟ يعني دلوقتي احسن ولا قبل كده احسن؟ لا دلوقتي احسن، ان كل حاجه دلوقتي معروفه ومتشافه. اي حاجه بتحصل في اي حته في العالم كله شايفها وعارفها ومفيش حاجه مستخبيه يعني. فحاجه كويسه بس هي برضو زي ما لها مميزات لها عيوب. ايه العيوب بقى بتاعتها من وجهه نظرك؟ كترها مثلا ممكن يؤدي لمشاكل، يعمل حاجات مش كويسه لشخص، مثلا شخص مركز في حاجه بيعرف اخبار او حاجات مثلا تشوش عليه على تركيزه فهتضره. فهي زي مثلا ما ليها مميزات لها عيوب. انت شايف انها قللت من انتشار الاجواء الرمضانيه السوشيال ميديا؟ يعني كان زمان لا. احسن ولا مش شايف فرق؟ لا ده بالعكس، دلوقتي الناس مثلا اكتريت الفيديوهات اللي بيشوفوها على الفيسبوك مثلا انستغرام او حاجه كلها حاجات رمضان واغاني واعلانات رمضان اللي الناس متعوده عليها. زمان بقى كان الزينه والفوانيس واللعب في الشارع ودورات مثلا تتعمل، ده موجود برضه بس السوشيال ميديا بتقرب الكلام ده بدري عن رمضان، بتخلي الواحد يبقى جاهز بدري غير الاول. تحضيرات وكده، تحضيرات وكل حاجه وتمام جاهزه بسبب السوشيال.